1975 لبت جموع المغاربة النداء الملكي وخرجت لتحرير جزء غال من وطننا العزيز كان تحت الاحتلال الإسباني، رافعين المصحف بيد والأعلام الوطنية باليد الأخرى. ومنذ ذلك الحين استرجع المغرب صحراءه واكتملت وحدته الترابية من طنجة إلى الجويرة. واليوم ينعم هذا الجزء من وطننا بالأمن والأمان، ويشهد تنمية شاملة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بفضل المشاريع التنموية التي أطلقها جلالة المغفور له الحسن الثاني، واستمر على نشئها جلالة الملك محمد السادس. ولتخليد هذه الذكرى الغالية نظمت ثانوية مولارشيد الإعدادية من فاتح الونبر إلى يومنا هذا عدداً من الأنشطة، وذلك تحت شعار المسيرة الخضراء الملحمة الخالدة. تضمنت إذاعة مدرسية وعروضاً في الموضوع وورشات تشكيلية وكلمات وتحية العلم الوطني ترسيخاً لقيم المواطنة. ولا يفوتني أن أشكر جميع الأندية والأطر الإدارية والتربوية وجميع العاملين بالمؤسسة على انخراطهم في تخليد المناسبات الوطنية والعالمية وعلى روح الابتكار والإبداع التي يتحلون بها. أيها الحضور الكريم، نحتفل اليوم بذكرى المسيرة الخضراء المضفرة ونحن نخوض غمار موسم دراسي جديد عرف جملة من المستجدات أهمها إرساء المساء الدولي بالسنة الأولى ثانوي إعدادي وارتداء زي مدرسي موحد بالنسبة لكافة التلميذات والتلاميذ وتجديد العتاد المدرسي خاصة الطاولات والسبورات والاستمرار في إرساء المسار المهني ومواصلة عمل المركز الريالي. وقد واكبت مؤسستنا جميع هذه المستجدات بروح العزم والمسؤولية منخرطة في تنزيل المشاريع المندمجة. وإذا كانت المسيرة الخضراء أيها الحضور الكريم قد انتهت بتحرير صحرائنا الغالية، فإن روحها وفلسفتها ما زالت مستمرة تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل من خلال استكمال وإطلاق المشاريع التنموية والتصدي بحزم لكل المحاولات الرامية للنيل من وحدتنا الترابية وعودة المغرب إلى عمقه الإفريقي في إطار التعاون جنوب جنوب. وفي ختام كلمتي هذه، فإني أدعو ناشئتنا إلى استحضار تضحيات الأجداد والآباء والتشبث بالثوابت والمقدسات الوطنية والانكباب على الاطلاع على تاريخ هذا الوطن، وهو تاريخ حافل بالأمجاد والبطولات على مر الحقب والعصور. حفظ الله مولانا الهمام وأيده بنصره وتأييده وأقر عينه بولي عهده، ووفقنا الله جميعا إلى خدمة هذا الوطن والدفاع على وحدته الترابية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، في السادس من شهر نوفمبر من كل سنة يحتفل الشعب المغربي بذكرى غالية على جميع المغاربة، ألا وهي ذكرى المسيرة الخضراء والتي أعطى انطلاقتها المغفور له الملك الحسن الثاني. كانت مسيرة تاريخية من جميع أنحاء المغرب إلى صحرائه وسميت بالخضراء لأنها كانت مسيرة سلمية سلاحها القرآن الكريم والأعلام الوطنية وشعارها الله الوطن الملك. في سنة 1975 انطلق 350 ألف مغربي ومغربية من جميع المدن المغربية في اتجاه المدن الجنوبية
العيون بجذور الطاقة، مستعملين القطارات والحافلات والشاحنات. كانت مسيرة ناجحة بكل المقاييس، ساهم في نجاحها جميع المغاربة. صديقاتي أصدقائي، تحل يوم الاثنين 6 نوفمبر 2017 الذكرى 42 لملحمة المسيرة الخضراء المضفرة التي تظل مفخرة للشعب المغربي قاطبة، دونت بمداد من ذهب في سجل نضال العرش والشعب، وهي مناسبة لاستحضار حقبة مجيدة من تاريخ الكفاح الوطني من أجل استكمال الوحدة الترابية للمملكة والتحرر من نير المستعمر، وإبراز دينامية مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بوتيرة مضطردة. شاهدا على أن رأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بلاهاي، والذي أكدت فيه أن الصحراء لم تكن يوما أرضا خلاء، وأن روابط قانونية وأواصر بيعة كانت تجمع بين سلاطين المغرب وبين الصحراء، قد شكل اعترافا دوليا لا يقبل التأويل بشرعية مطالب المغرب لاسترجاع أراضيه المغتصبة. بداية للتحرك لاسترجاع ربوع خاضعة للاستعمار. وهكذا أعلن جلالة المغفور له الحسن الثاني في خطاب موجه للأمة يوم 16 أكتوبر 1975 عن تنظيم المسيرة الخضراء التي أبدعتها عبقرية ملك همام، أذهلت العالم أجمع بسلميتها، حيث قال: يبقى شعبي العزيز إلا شيء واحد، أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه، ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام، لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. ومهد هذا الإعلان لتنظيم ملحمة المسيرة الخضراء التي بصمت تاريخ القرن العشرين وألهبت المشاعر الوطنية لدى المغاربة الذين أبانوا عن تشبث عميق بمغربية الصحراء وعن التفافهم حول العرش العلوي المجيد وتجمدهم خلفه للدفاع عن حوزة الوطن. فلبوا النداء وهبوا آلافا مؤلفة بكل وطنية وحماس في اتجاه الأقاليم الجنوبية للمملكة يوم 6 نوفمبر، سلاحهم القرآن الكريم والراية المغربية خطاقة في أياديهم وإيمانهم الراسخ بشرعية المطلب لتعود الصحراء إلى مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.